ولتسليط الضوء أكثر على اجتماع دول أزمة سد النهضة في كينشاسا والذي انتهت اليوم من دون الخروج بنتائج، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي المصري ياسر عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك. بك أستاذ. انتهت اليوم مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا على غير البواعث التي بدأت بها، لماذا برأيك خرجت دول المصب غير راضية من الاجتماع؟ برحب بحضرتك طبعا وبرحب بالمشاهديك. طبعا احنا كان لنا مداخلة منذ ايام ومع بداية الاجتماعات، الواضح ان دول المصب كانت رايحة للاجتماعات وكان لها امل كبير جدا ان تتعدل، لا سيما ان كان يعني جنوب افريقيا ولايتها في رئاسة الاتحاد الافريقي وهي اللي تولت الموضوع، وكان في امل ان كونغو اختراق للوضع الصلب اللي تعيشاه المفاوضات خلال الفتره اللي فاتت، وانقطاع ثلاث اشهر في بعض الاوراق اللي كانت مقدمه هذه الاجتماعات، لكن للاسف الشديد كل هذه الاوراق المقدمه من الوساطه او الامور الفنيه يعني حتى آلية حل النزاعات، هذه الأوراق يعني للأسف الشديد يعني أهدرت، حتى أن يعني الرئيس الكونغولي ووزيرة الخارجية اللي كانت حاضرة المفاوضات حاولوا يمدوا أمد المفاوضات بعض الوقت عشان قدروا يقنعوا أثيوبيا عن موقفها الصلب، لكن للأسف الشديد لم يخرج يعني أطراف دول المصب شيء من هذه الاجتماعات. بحسب المصادر تتحمل إثيوبيا فشل مفاوضات كينشاسا، فما هو هدفها من ذلك حسب رأيكم؟ التوجه الاستراتيجي لأثيوبيا منذ اللحظة الأولى بداية المفاوضات هو المراوغة وإطالة أمد على قدر الإمكان وضع دول المصب في يعني أمر واقع. الواقع بالفعل تم خلال الأشهر اللي فاتت بالملأة الأولى، والآن أثيوبيا تريد أن تكرر السيناريو من جديد، وضع مصر والسودان أمام أمر واقع بملء الملأة الثانية. طيب، شهدت المفاوضات يعني في هذين اليومين تقاربا كبيرا جمع مواقف كل من الخرطوم والقاهرة، برأيكم هل يمكن الاستفادة من هذا التقارب في الأيام المقبلة؟ طبعا هو التقارب طبعا واضح من خلال دخول المفاوضات نفسها وما يعني بين سطور هذه المفاوضات من ناحية، وكمان من ناحية أخرى احنا بنتكلم على بعض الأوراق اللي دخلت بها السودان مقترحات في الوساطة الرباعية اللي بتضم أمريكا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، طبعا بالفعل هو بيرعى المفاوضات جانب الأمم المتحدة المعنية بحل مشاكل دول الأعضاء. هذه التفاهمات واضح جدا أن هي تفاهمات مشروعة وأوراق مشروعة قدمت من أجل حلحلة الوضع، لكن للأسف الشديد لا تزال أثيوبيا متمسكة بموقفها اللي في النهاية هو بيضر دولتين ليهم حق بالقانون الدولي. طيب، في نصيبهم التاريخي بالاتفاقيات وكمان بالقانون الدولي، لان السد اللي اثيوبيا اتكلمت عنه هو سد كهرومائي الان هو بالفعل اصبح عمل عدائي الدولتين. طيب، مصر والسودان. وصف وزير الخارجية المصري المفاوضات بانها مفاوضات الفرصة الأخيرة. إذا ما استدعينا تصريحات القاهرة وتهديداتها، هل ستذهب القاهرة لخيار الحرب حسب رأيكم؟ يعني هو اختيار الحرب وارد لا شك، لكنه مستبعد، ما في حاجة أبدا في السياسة مش موجودة، لكن هو مستبعد بشكل كبير. طبعا كلمة الفرصة الأخيرة هي كلمة شديدة جدا على الدبلوماسية، يعني كنا ما نحبش أبدا وزير خارجية المفروض أنه هو مسؤول عن الدبلوماسيه في بلد كبيره زي مصر انه يروح لمربع الفرصه الاخيره، لان في الدبلوماسيه ما في فرص اخيره. هو الراجل
بيحاول يضغط بشكل او باخر لوجود حل غير سلمي للازمه بشكل او باخر. ده باب منها ان المجتمع الدولي لن يقبل وصول الوضع بهذا الى هذا الحد. اوراق الضغط لدى اثيوبيا كبيره، انت عارف اكثر من دوله داخله شريكه في هذه، الصين داخله، الامارات داخله، المانيا داخله، امريكا نفسها داخله شراكه في هذا السد. ثم يعني لن تستطيع مصر او السودان ضرب هذه المصالح كل هذه الدول. الناحيه الثانيه بعد المسافه سواء من مصر او حتى من السودان، والحديث حتى عن جزيره فرسان، قيل ان السعوديه ستمنحها لمصر لاستخدامها، حتى هذه الجزيره كمان بعيده كمان عن السد. فمن ثم الضرب السد شكل يعني غير منطقي كان بوضع اثيوبيا ل طيب استاذ ياسر، يعني في ظل استبعاد خيار الحرب، برايكم ما هي السيناريوهات المقبله لحل هذه الازمه بين البلدان الثلاثه؟ الحل هو حل التفاوض، بس مش بهذا الشكل. نعم. يعني احنا عندنا اشكاليه كبيره ان في مليار متر مكعب بيسقط على هضبه الحبشه سنويا، نصيب مصر منه 48 مليار، مصر والسودان 48 مليار، رقم ضئيل جدا امام ما ينزل على هضبه الحبشه. من ثم الحديث عن ان مصر لها فائض في البحر المتوسط، في هدر كمان في الاستخدام، ده كلام يعني اظنه على حقيقه، بل نقدر نصفه واحنا مرتاحين ان هو كلام كذب يعني. نعم. خلينا نقول ان هذا السد اصبح عدائيا، وعلى العالم وعلى المجتمع الدولي ان يقف، لا ندخل المنطقة صراعات. اثيوبيا لا تستطيع الان هذا الصراع، عندها مشاكل في حدودها مع السودان. نعم. مشاكل النهارده بدات مشاكل مع الصومال، امور يعني سيئه جدا في اثيوبيا، والولايات بدات تنسحب من الاتحاديه الاثيوبيه. ثم يعني لها في معركه جديده مع صد النهضه، اظن تبقى خسره كتير جدا خلال الايام الجايه. نعم، الباحث الكاتب والباحث السياسي المصري الأستاذ ياسر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.